بسم الله الرحمن الرحيم. اخوتي الكرام احييكم بتحية الاسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. ايها الاحبة احييكم منها هنا من ارضية ميدان سيف العرب، حيث هنالك تجرى انطلاقات سن اللقاية، منافسات سن اللقاية في صباح هذا اليوم، حيث اعلنت انطلاقة شوطنا الثالث الذي خصص لفئة الابكار اللقاية. مسافتنا الحاضرة هي مسافة 5 كيلومترات. مباشرة نذهب وإياكم إلى البداية والمقدمة الأولى، حيث تاتي صايبة سالم بن عبد الله بن سالم القبيسي، من يقدم لنا صايبة على أولى المراكز، أولى التحديات. بينما المركز الثاني من تاتي الشاهينية عبد الله بن طالب بن محمد بن شريم المري، من يقدم الشاهينية على ثاني المراكز. الدور دور المركز الثالث تاتي خيرة محمد بن سالم بن سيف السبوسي، يقدم لنا خيرة على ثالث المراكز. بينما المركز الرابع تاتي مرموقة، من تتقدم مرموقة على رابع المراكز. ياتي شعار هجن الرياسة، من يقدم لنا مرموقة، متابعة سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي، مقدما لنا مرموقة في المستوى المرموق في المستوى الرابع. بينما الدور دور المركز الخامس، من تاتي هنالك تتقدم على خامس المراكز. تاتي القساسية هجن الشحانية جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري، يقدم القساسية على خامس المراكز في خامس التحديات. الدور دور المركز السادس تاتي الوذنة، ايضا هجن الشحانية تقدم لنا الوذنة، تقدم لنا القساسية. تاتي الوذنة على المستوى السادس لتاتي هجن الشحانية، متابعة جار الله بن محمد بن عقيل المري، من يقدم لنا هذا الشعار الكبير، يقدم لنا الوذنة. الدور دور المركز السابع تاتي وتتقدم على سابع المراكز، هذه العامرة سعيد بن عيلان بن عبد الله المهيري، يقدم هنالك ويطبع ويدفع بالعامرة. بينما سابع التحديات وسابع الانطلاقات تاتي وتتقدم حشمة عبد الله بن حميد بن حارب المهيري، يقدم لنا حشمة على سابع المراكز. الدور دور المركز الثامن تاتي وتتقدم الشاهينية، أحمد بن سعيد بن غانم بن إيريو المنصوري، يقدم الشاهينية على تاسع المراكز. ختام الأسماء وختام النداء تاتي وتتقدم مشكورة، أحمد بن علي بن سلطان السبوسي، يقدم لنا مشكورة على عاشر المراكز. إخوتي الكرام أذعنا لكم وهذا النداء المسموح، نداؤنا يسمح بالعشر المراكز المتقدمة، ولكن هنالك خلف العشر أسامي لميح ظهورها نترقبها مع الأبتار الأخيرة. لكن نعود وإياكم إلى البداية، إلى المقدمة الأولى، إلى انطلاقة خيرة واندفاعة خيرة. لياتي محمد بن سالم بن سيف السبوسي، يقدم لنا خيرة على أولى المراكز. تابع هذا التقدم المميز من قبل القساسية ومرافقتها الوذنة. تاتي القساسية تتقدم الوذنة على المركزين الثاني والثالث، لياتي شعار مؤسسة هجن الشحانية، يتقدم هنالك في عملية التضمير جار الله بن محمد بن عقيل المري، يقدم هذا الشعار. ياتي مع الوذنة الذي احتلت المركز الثاني في هذه اللحظات ثالث النداء، تاتي صايبة لياتي سالم بن عبد الله بن سالم القبيسي، يقدم صايبة على ثالث المراكز. دور المركز الرابع في هذه اللحظات، من تتقدم الشاهينية؟ أحمد بن سعيد بن غانم المنصوري، يدفع بالشاهينية طموحه بالفوز والانتصار في هذا الصباح، يقدم لنا الشاهينية على المستوى الرابع. تابع للمركز الخامس وتقدم
مميز من قبل حشمة لياتي عبد الله بن حميد بن حارب المهيري يقدم لنا حشمة على خامس المراكز، بينما سادس الأسماء لتاتي القساسية، وتتقدم القساسية على المركز السادس هجن الشحانية بمتابعة جار الله بن محمد بن هنالك بن عقيل المري، من يتابع القساسية على سادس المراكز. دور المركز السابع من تاتي وتتقدم، هذه مرموقة، تتقدم مرموقة في دورها المميز في دورها المنطلقة، هذه مرموقة تاتي على سابع المراكز لتتقدم هجن الرياسة، يتقدمون عشاق هجن الرياسة لتاتي مرموقة وتتقدم على سابع المراكز بمتابعة سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي متابعا لانطلاقة مرموقة القادمة على سابع المراكز. تابع هذا التقدم المميز من قبل القادمة هذه مرحاف محمد بن سلطان بن رشيد السويدي، وصلت وخذت المركز الثامن. المركز التاسع من تاتي هنالك فعايل محمد بن حمد الغفلي، بينما عاشر الأسماء تاتي زعزعة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. أخوة الكرام، ندائنا الثاني اتممناه على مسامعكم، فلنكتفي بالعشر الأسامي المتقدمة. نعود والعود أحمد إلى البداية، إلى المقدمة، إلى انطلاقة الوذنة وانطباعة الوذنة. ما شاء الله على هذا الانطلاق المميز، ما شاء الله على هذا الاندفاع الرائع. تتقدم الوذنة بتقدم مؤسسة هجن الشحانية لياتي جار الله بن محمد بن عقيل المري، وصلت تعزيز وتقدمت قساسية، قادمة القساسية معززة للوذنة المتواجدة على أولى المراكز لتاتي مؤسسة هجن الشحانية. يتقدم جار الله بن محمد بن عقيل المري، ما شاء الله على هذا الدخول المميز. وصلت فعايل احتلت المركز الثاني بطريقها الى المركز الاول. ياتي محمد بن حمد بن سعيد الغفلي، بدلت زمام الامور، استلمت القيادة مع الميتين متر الاخير. هجن الشحانية اعصابها باردة حتى هذه اللحظات مع تقدم الوذنة. الوذنة وفعايل والامتار الاخير الى الدوحة السلام، الى مؤسسة هجن الشحانية. مشكور يا بن عقيل، يا مالك الوذنة، يا من قدم لنا الوذنة لهجن الشحانية جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري. بينما فعايل حل الثانية محمد بن حمد بن سعيد الغفلي، المركز الثالث حلت القصاصية ايضا هجن الشحانية بمتابعة جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري. نعود ونهني مالك هنالك الوذنة الذي فازت وانتصرت واهدت اهالي الدوحة هذا الفوز والانتصار، حيث هنالك الوذنة وصلت خط النهاية، قطعت مسافة 5 كيلومترات في 7 دقائق 39 ثانية 36 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.